مفيهاش لأي لاعب الإصابات الدماغية اللي بتؤدي إلى ارتجاجات ده استثنائي، ده تغيير إضافي. ما ده في اللائحة يعني في أي في أي فريق غير الخمس تغييرات وحصل له في أي وقت من المباراة من أوقات المباراة إصابة دماغية لأي لاعب من حق فرقته على طول. ربنا يحمي لاعبتنا يا رب، ربنا يحمي الجميع بإذن الله. فده التغيير الاستثنائي اللي موجود في البطولة. عايزين نتكلم عن الدحيل واحنا النهارده يعني يلا شد الحيل. دحيل يا كابتن عدلي من الفرق اللي يعني خلال 10 سنين اللي فاتوا كسبان 7 بطولات دوري هنا في الدوري القطري. فرقه مميزه، فرقه عندها عناصر مميزه، وضموا كمان زي ما قلنا في موسم الانتقالات الشتويه لعيبه مميزه اضافه للفرقه. عندهم في حراسه المرمى صلاح زكريا، من ناحيه اليمين باك رايت اسماعيل محمد واحمد ياسر، ده اخو حسين ياسر المحمدي، وعندهم مهدي بن عطيه عنده خبرات كبيره، لعب حدث ولا حرج دوريات الاوروبا التونسي الكبير، وسلطان البريك ده في الباك ليفت، وعلي كريمي ده في يناير لعيب ايراني قوي، طبعا لعب في الدوري الكرواتي، وعندهم لويس جونيور ده برضو لاعب الوسط اللي جنب علي كريمي. عندهم المنطقه الاماميه قوة هجومية ضاربة، يعني لو بنتكلم عن دودو أقوى خطوطهم، دي أقوى خطوطهم، دودو ناحية الشمال وأدميلسون ناحية اليمين، واثنين سترايكر مايكل أولونجا والمعز علي، وكمان الاثنين المميزين قدام عندهم معز علي ده كان أحسن لاعب في 2019 هداف بطولة آسيا، وعندهم أولونجا لسه جاي في يناير لاعب الكينيو ده هداف الدوري الياباني 24 هدف. فالقوة الضاربة بتاعت فريق الدحيل يعني فرقة ميلسون ودودو والمعز علي ومايكل أولونجا. فبكره عندنا الخط الخلفي بتاعنا باكين خط الدفاعات مع محمد الشناوي عليهم دور مهم جدا بكره طول 90 دقيقه مفيش سرحان، التزام بالواجبات الدفاعيه. حتى لو انت بتهاجم مين اللي ثابت ورا؟ ما اكيد النادي الاهلي هيكون ليه ادوار هجوميه في المباراه، بس وانت بتهاجم مين اللي ثابت ورا؟ عامل حساب الهجمه المرتده طبعا، علشان النهارده برضو فرقة الدحيل من الفرقة قوية، لازم بكرة النادي الأهلي يحترمها بشكل كبير، فرقة قوية وكمان بتلعب على ملعبها وتلعب وسط جمهورها وعلى أرضها، لكن إن شاء الله بكرة متوقع أن يكون جمهور النادي الأهلي يعني هو اللي حاضر بشكل كبير إن شاء الله بكرة. عايز أقول لك أن ده استاد المدينة التعليمية اللي هتقام فيه بطولة كأس العالم للمنتخبات بقى صيف السنة الجاية، فالأول حد يدخله يلعب فيه بكرة الأهلي والدحيل إن شاء الله. الجهاز الفني لما راح بص عليه النهاردة قال لك ده حاجة عالية المستوى، استاد رائع يعني حتى الناس